بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام على شهدائنا الأبرار، السلام على الثوار، السلام على المطاردين، السلام على الأحرار والحرائر. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. كما سعدنا خبر تنزيل هذه الختمة لروح الشهيد الميداني زيد الثورة الشهيد حسين شرف، نحن في رابطة عوائل الشهداء يجب علينا جميعا كعوائل وكأفراد ننتمي لهذه الرابطة، أن نعزز هذه الروح الثقافية لدى أولا لدينا نحن كعوائل شهداء، ومن ثم يجب أن نبلغ هذه الرسالة ونعززها لدى شعبنا العزيز، شعبنا البطل، شعبنا المقاوم الذي لا يرضى بالذل، لا يرضى بأن يوصم بأنه جبان، بل نحن ولله الحمد أصبحنا نملك من العزة والكرامة والصمود الذي نقف جميعا به في وجه هذا النظام. الفئة المطاردة، هؤلاء الشباب الذين يحركون الثورة، يحركون هذا الحراك، وهم يتوارون هنا وهناك، ولكنهم بروح شجاعة وبروح محبة وعاشقة للحرية، مهما كلفهم الأمر فهم باقون، وهم يعلمون بما سيتعرضون له من مطاردات وملاحقات من هذا النظام ومن أزلام هذا النظام ومن مرتزقة النظام، حتى باتوا مهددون بالتصفية. ومهما بعدت الحقيقة عن التصفية للمطاردين، لابد وأن تنكشف في يوم من الأيام وتعرف الحقيقة، وكيف قدموا أرواحهم هؤلاء الشباب، ومنهم شهيدنا البطل حسين شرف. الكل يعلم أين كان، وأين كان ينام، وأين كان يلتجئ، وأين كان ليأكل لقمة، بعيدا عن أهله، وبعيدا عن والدته، وبعيدا عن أخوته، وبعيدا عن أخواته. هذا كله في سبيل عشقه لهذا الوطن وفي تحرير هذا الوطن. نعم، وطننا يجب أن يحرر. كيف يحرر؟ تحرر بهذه الروح الثابتة، هذه الروح المخلصة للوطن حتى تم تصفيته. لا يمكن لأي عاقل أن يصدق بأن هناك من يتسبب في قتل نفسه، ولكن هناك مطاردة وشعرنا بها بعد أن تواردت الأخبار في تصفية واحد تلو الآخر، وشاهدنا الكثير ممن تتم تصفيتهم. هؤلاء هم القدوة، هؤلاء هم الشباب المحرك لنا. إن كانوا يمضون في هذا الدرب فنحن نفتخر بأن لنا شباب مخلصون لهذه الثورة. نحن لا نعزي، نحن نبارك لكل شهيد يسقط في حب هذا الوطن، يسقط محبا لله أولا، عمله مقدما لله، لما يشاهده من اغتصاب للحريات ومن تجاوز للحدود، حدود الظلم والجور، وها نحن الآن نشعر بها. الشهيد ارتاح الآن وذهب لخالقه وبارئه وهو ينعم في جنات النعيم، ولكن بقينا نحن نتجرح الغصة بعد الغصة من هذا النظام، من هتك للحرمات وهتك لبيوت الله وهدم المساجد وتساقط الشهداء. أجدد شكري وتقديري لكل الحضور من عوائل الشهداء ومن آباء الشهداء ومن أخوة وأخوات الشهداء، وأجدد شكري كما قال والد الشهيد علي الشيخ لعائلة الشهيد المجاهد الشهيد البطل حسين شرف، وشكري موصول لجميع أهالي قرية العكر، هذه القرية الباسلة، هذه القرية المعطاة، هذه القرية التي رأينا لها مواقف يعجز الجميع عن وصفها. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.